منصات رقمية من تلفزيون دبي، مساء الخير وأهلا بكم. يرصد لكم فريق منصات رقمية بشكل يومي أهم وأبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي محليا وعربيا وعالميا. البداية محليا، وثقافة جديدة تطرق باب قطاع التعليم في دولة الإمارات. الحديث عن مبادرة إعادة تدوير الكتب والزي المدرسي التي أصبحت اليوم رائجة بين أولياء الأمور الذين تفاعلوا مع حملات تبادل الكتب المستعملة والزي المدرسي التي يتم تنظيمها عبر منصات التواصل الاجتماعي بجهود ذاتية للتخفيف على الأهالي ومساندتهم. المبادرة حظيت بترحيب كبير من قبل الإدارات المدرسية، معتبرين أنها وسيلة للحفاظ على قيمة الكتاب وزيادة الاستفادة منه سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة. الإمارات الأولى عربياً والثالثة عالمياً في سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول. هذا ما أظهرته بيانات موقع سبيد تيست لقياس سرعة الإنترنت خلال شهر أغسطس الماضي، حيث تفوقت دولة الإمارات على العديد من الدول المتقدمة الأخرى والتي وصل عددها إلى 139 دولة حول العالم بسرعة بلغت 111.13 ميجا بايت لكل ثانية، مرتفعة عن متوسط شهر يوليو الماضي التي سجلت فيه سرعة 110.9 ميجا بايت لكل ثانية. محرك البحث جوجل يحتفل اليوم بالذكرى 86 لميلاد الكاتبة الصحفية المصرية نتيلة راشد، إحدى مؤسسات مجلة سمير للأطفال عام 1956. ووضع محرك البحث الشهير صورة كرتونية لنتيلة مربوطة بالعديد من الروابط الموجودة على الإنترنت والتي ترتبط باسمها وتاريخها وتتحدث عنها. نتيلة إبراهيم راشد والمعروفة باسم ماما لبنى هي كاتبة صحفية وشغلت منصب أمينة لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة في مصر، وتعتبر واحدة من أهم من كتب للأطفال في العالم العربي. قبل يوم واحد فقط من سريان حظر فيدرالي أمريكي على تيك توك، أكد تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة أنه أعد اتفاقا مع شركة أوراكل لتكون المزود التقني له في الولايات المتحدة وشركة وولمارت لتكون الشريك التجاري. من جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه وافق من حيث المبدأ على الصفقة بين شركة أوراكل وشركة بايت دانس المشغل لتطبيق تيك توك ومقرها الصين، مشيرا إلى أن الصفقة التي وافق عليها تلبي مطالبه المتعلقة بأمن بيانات المستخدم. وقال متحدث باسم تيك توك: نحن مسرورون أن العرض المقدم من تيك توك وأوراكل وولمارت سوف يحل المخاوف الأمنية للإدارة الأمريكية وينهي التساؤلات حول مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة. وإلى أبرز أخبار الرياضة المتداولة على مواقع التواصل. هدف كل دقيقتين استقبلتها شباك فريق كرة قدم ألماني، خسر مباراة أمام فريق آخر محلي منافس بواقع 37 هدفا مقابل لا شيء، وذلك بعد أن لعب فريق ريبدورف بسبعة لاعبين فقط حرصا على تحقيق التباعد الاجتماعي خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن علموا أن عن مخالطة لاعبي الفريق الخصم نادي هولدن شتدت في مباراة سابقة لشخص ثبتت إصابته بالفيروس. وعلى الرغم من سلبية نتائج الفحوص التي أجريت للاعبين، إلا أن نادي ريبدورف اعتبر أن الظروف ليست آمنة ولكنه أجبر على اللعب لأنه في حال رفض فسوف يتم تغريمه. وإلى صور بألف معنى أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي نشرتها العالمة الأمريكية غريتشن جولدمان عبر حسابها على تويتر. الصورتان حصلتا في نفس المكان والزمان، وإنما أخذتا من زاويتين مختلفتين. الأولى خلال لقائها التلفزيوني على قناة CNN تتحدث فيه عن أزمة المناخ، والثانية من الواقع الذي فرضه فيروس كورونا على أغلب الأمهات، حيث حرصت جولدمان على ضبط جلستها وسط فوضى صغارها قدر المستطاع لتتمكن من إتمام المقابلة على أكمل وجه. المعلمات والمعلمون في فترة كورونا لهم الصبر وكل الشكر على ما يخوضونه من تحديات يومية في برامج التعليم عن بعد.
يظهر ذلك في فيديو لمعلمة أصبح فايرل على تيك توك ومنها إلى باقي المنصات، حيث تقوم معلمة الرياضيات بشرح لأطفال صغار بشرح الدرس بطريقة بصرية سهلة، وعندما يحين وقت مشاركة أحد الطلاب بالكلام عبر برنامج زوم تحرص المعلمة اللطيفة على طلب تشغيل الميكروفون بطريقة مبتكرة ليتمكن الطالب من الإجابة. Yeah, what's a picture that you see, Grayson? For some reason, it wasn't working. Oh, but you have it working? السجن لمدة 12 عاما هو مصير طبيب أسنان مهمل. هذا ما حدث بالفعل لسيث لوكهارت طبيب الأسنان الأمريكي الذي قاده استهتاره في التعامل مع المرضى لعقوبة السجن بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا له وهو يقوم بخلع ضرس مريض أثناء وقوفه على لوح كهربائي متحرك. هذا ووجهت محكمة ولاية ألاسكا عشرات التهم الأخرى له وقامت بتغريمه أكثر من مليوني دولار لتعريضه حياة الآخرين للخطر. وإلى متهور آخر، ولكن هذه المرة متسلق بولندي انتشر له فيديو عبر المنصات الإلكترونية. اللقطات التي تم تداولها رصدتها كاميرات المارة تحت ثاني أكبر ناطحة سحاب في العاصمة الفرنسية باريس لرجل يدعى مارسان بانو يتسلق خارج برج مونبارناس دون أي معدات أو حماية مستخدما فقط يديه، إلا أنه وما أن وصل إلى القمة حتى كان في استقباله قوات الشرطة التي ألقت القبض عليه فورا. فيديو آخر تم تداوله عبر المنصات الرقمية لمقدم برامج مغامرات يطلق عليه لقب صائد التماسيح مات رايت، مقدم السلسلة التلفزيونية الأسترالية أوتباك رانجلر والمعروف بالمخاطرة خصوصا مع الحيوانات والزواحف في برنامجه الشهير. شارك مؤخرا فيديو عبر حسابه على انستغرام يظهر خلاله وهو يتعامل بتهور مع تمساح يبلغ طوله 4 أمتار عن طريق الضغط على فكه لإبعاده عن طريقه أثناء تنظيف مجرى مائي من جذوع الأشجار. وإلى مقطع فيديو يظهر انقلاب مغامرين في المياه من على قمة جبل جليدي. اللقطات التي تم تصويرها من قارب صغير يظهر فيها المستكشف السويسري الشهير مايك هورن وزميله وهما يحاولان تسلق كتلة من الجليد قبل أن تنقلب فجأة وتغرق في مياه القطب الشمالي. نطمئنكم المغامران نجيا من الحادثة بعد أن تم إنقاذهما على الفور. في حادثة فريدة من نوعها قامت حديقة خاوياي الواقعة شرق تايلاند بإرسال النفايات البلاستيكية والمخلفات التي تركها بعض الزوار إلى منازلهم من خلال البريد، وهو إجراء تسعى من خلاله السلطات التايلندية إلى إعطاء درس للعالم بأسره. وتمنى وزير البيئة التايلندي أن يكون هذا الحدث بمثابة رسالة قوية وواضحة لجميع زوار الحديقة، مؤكدا أنهم لن يتسامحوا مع هذا النوع من السلوك الأناني وغير المسؤول. ونشر الوزير على حسابه في فيسبوك صور للقمامة ولصناديق خدمة البريد السريع التي كانت تحتوي على المخلفات المرسلة لمنازل زوار الحديقة المهملين. مصابيح إضاءة صديقة للبيئة تلقى ترحيبا من قبل رواد المنصات الرقمية، ابتكرها المصمم البريطاني ياير نيومان من خلال استخدام عدسات نظارات قام بإعادة تدويرها. ويعمل نيومان على ذلك من خلال جمع 200 عدسة أسبوعيا من شركة كانت ستلقي بها في النفايات ليقوم بتحويلها إلى مصابيح إضاءة ملفتة. وتتكون مجموعته الخاصة لين لايت من مصابيح معلقة وقاعدات ضوئية وغيرها من التصميمات الفنية. سيدة بريطانية تخطف الأنظار بإنجازها الكبير في تحويل كوخ أثري إلى منزل أحلامها. كيتي ويلسون البالغة من العمر 36 عاما والتي كانت تكافح للعثور على منزل ضمن حدود ميزانيتها قررت أن تنشئ منزلها الخاص، فاشترت كوخا قديما في مدينة ديربي مقابل 300 ألف جنيه استرليني عام 2015.
وبعد فترة من انتقالها أنفقت 250 ألف جنيه استرليني إضافية لإصلاح المنزل الذي يزيد عمره عن 80 عاماً، ونجحت بالفعل خلال 3 سنوات بتحويله إلى منزل عائلي مميز، الأمر الذي دفعها لإطلاق موقعها الخاص للتصميم والذي تعتزم من خلاله مساعدة الأشخاص الذين يتطلعون إلى تنفيذ مشاريع مماثلة. الرسام السنغالي بوبو نيانغ يلفت الأنظار من جديد على مواقع التواصل، وهذه المرة برسمه وجه طفلته بطريقة إبداعية مستعيناً ببصمات يديها دون أن تعلم، وظهر ذلك في الفيديو الذي نشره بوبو عبر حسابه على إنستغرام برفقة ابنته التي بدت مستمتعة بما اعتبرته لعبة، لتظهر على وجهها علامات الدهشة فور انتهاء والدها من الرسم. بوبو جذب الأنظار إليه من خلال اعتماده على طرق جديدة في الرسم واستخدامه أشياء غريبة ليخرج لوحات فنية مميزة ومبدعة، وتمكن من تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة حيث يتابعه اليوم ما يقارب 2 مليون على صفحته على إنستغرام. الختام مع عائلة تشتهر على منصة يوتيوب بأغاني مصورة تحاكي بشكل ساخر واقع الحال الذي نعيشه. الحديث عن عائلة هولدرنس المؤلفة من الأب بن والذي يقوم بأداء الأغاني بألحان معروفة، ويشاركه في التمثيل زوجته كيم وطفلهما. وبطبيعة الحال جاءت آخر إصداراتهم بمضمون واحد هو كورونا وشكل حياتنا الذي انقلب رأسا على عقب. من أبرز أعمالهم أغنية تحمل عنوان عام 2020 والتي تتحدث عن شكل الحجر الصحي لو كان على طريقة النجوم، وعمل آخر لفت الأنظار يحاكي حال الأهالي. هذه كانت جولتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لليوم، انتظرونا غدا لننقل لكم كل جديد على المنصات الرقمية. إلى اللقاء.